نجيب حاجه كويسه الفتره ما الجايه. عندكش غير مكان واحد للعيب اجنبي لانه علي معلول خارج القائمه حتى هذه اللحظه، وبالتالي فرص ضم لعيب اجنبي من الخارج هيكون لعيب واحد. كابتن رمضان قال احتمال كبير جدا يكون قبل 25 اكتوبر، واذا ما وفقتوش ان انتوا تلاقوا حد ممكن يتم التاجيل الى يناير. هل معناه ان انتوا هتكملوا باللعيبه الاجانب الموجودين دول لاخر السنه، ولا ممكن في يناير نجد مفاجآت خروج احد اللاعبين اللي موجودين في القائمه الان من اللاعبين الاجانب المحترفين خارج قائمه النادي الاهلي؟ هو دي طبعا يعني فيها تفكير، يعني تفكير صعب جدا، لان احنا فعلا احنا محتاجين يعني ندخل يعني دماء جديده بشكل قوي جدا، لان احنا محتاجين ان احنا نعمل نقله ان شاء الله، اكيد ان هي مهمه جدا. احنا طبعا شايفينها واكيد جمهور النادي الاهلي حريص جدا عليها، فبالتالي يعني هو شغلنا الشغل في الفتره دي ان احنا نوجد عنصر من العناصر اللي بتبقى اضافه يعني كبيره جدا في هذا التوقيت، لانها هو ده اللي احنا شغالين عليه، وانا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نوفق في ان احنا نوجد هذا العنصر اللي احنا كلنا بندور عليه، وهو دوت اللي احنا شغلنا الشغل في اليومين اللي جايين. هل ممكن نلاقي عنصر محلي بجوار عنصر اجنبي؟ ممكن اكيد طبعا. يعني دي وارد، ده طبعا وارد بقوه كمان. بدات الاسماء تترشح وتتحط قدامكم يا كابتن مختار؟ لا لسه شوي، يعني احنا برضو يعني بنمحص الحته دي بشكل كويس، بحيث ان احنا يعني نطلع باحسن حاجه. يعني مش عايزين نستعجل، احنا محتاجين ندخل، لكن اكيد ان احنا لما نتروى وعلى مهلنا شويه اكيد ان شاء الله نقدر نوصل لافضل نتيجه احنا بنفعلها ان شاء الله. هيبقى الاعتماد اكتر على كابتن هاني رمزي واداره السكاوتنج في هذا الامر يا كابتن مختار؟ لا، واحنا كمان وانتوا كمان هم طبعا. لا احنا كلنا شغالين في الكلام دوت، يعني يعني دي بتاعتهم، لكن انا اكيد ان انا يعني شغال فيها ومعاهم ويعني بشكل كبير جدا، وبالتالي برضو يعني وبرضو لينا احنا رؤيه من بره، اكيد ان الرؤيه من بره يعني هم ليهم رؤيه، الرؤيه اللي هي اللي احنا كنا بنشارك فيها. اكيد لما نوصل لحل سواء من هنا او من هنا وكلنا نتفق عليه، اكيد ان ديت هتبقى يعني ان شاء الله نتمنى ان هي تكون نقله كويسه جدا وكفيله باذن الله. علي معلول يبدو انه بيقترب من الشفاء، وعلي معلول ثقل كبير جدا في فريق النادي الاهلي، كيف تتم النظره الى علي معلول؟ والله نتمنى ان شاء الله ان علي يرجع علي. نتمنى بكده. لان يعني اكيد بعد اي لعيب بيبقى فيه صعوبه على رجوعه، لكن اكيد علي عنده يعني عنده ربنا سبحانه وتعالى حبيب حاجات كتيره جدا هايله جدا جدا، نتمنى ان شاء الله ان هو يرجع باقرب من مكان، وديت كمان هتعمل لنا هتبقى حاجه هايله جدا لينا ونتمناها ان شاء الله رب العالمين. لكن كرة القدم هي كده. ما بتفضلش على حال. لا يعني ميسي كان احسن لعيب في برشلونه، فين ميسي دلوقتي؟ فاكيد هو يعني هي دي الكوره، والزمن اكيد ان هو له تاثير كبير جدا في هذه الامور يعني.